اكيد يعني انا طبعا. شفت الصور وشفت البتاع، كنتوا فرحانين جدا وكان في اكيد طبعا حالة لان هي بطوله صعبه، لان هو برضو البطوله يعني مش في ماتش الفاينل بس، لان قبلها كان في برضو ماتشات كتير صعبه. ما انا عايز اعرف بقى مع زياد، انت زياد خدت ازاي يعني او وصلتوا ازاي الفاينل؟ احنا الميزه الفرقه دي اللي احنا دايما بنعرف نعوض يعني مهما جه علينا ماتشين ثلاثه كنا بنبقى خسرانين فرق يعني اشواط يا نقط وبنعرف في الاخر. زي مين يعني؟ لعبنا مين قبل الشمس؟ لعبنا مثلا في قبل النهائي وادي دجله، وكانوا كل وادي دجله كويسين في الناشئين، كان كل جيم هم اللي بيبداوا علينا لحد الاخر وبنبدا احنا نجيبهم ونكسب. فدي ميزه. وادي دجله خلص كام؟ خلص 3-1 في الدور اللي قبل النهائي. طب قبل وادي دجله لعبنا مين؟ وجه في الدور النهائي لعبنا مصر بترول، كنا برضو خسرانين 2-1 وقدرنا نجيب ونكسب الجيم. والشمس كذلك خسرانين برضو. بس خلي بالك ده انتوا غاويين شويه اثاره في الماتشات يعني، انتوا كده خلي في متعه شويه هنكسب بس نشوقكم شويه. فدي الميزه اللي كانت فينا يعني، اللي احنا عن بيت الفرق اللي احنا بنقدر اما نبقى خسرانين نقدر نعوض ونعرف ان احنا نكسب، فهي دي كانت الميزه. طب الشمس لعبت مين في قبل النهائي؟ الشمس لعبت وادي دجله. لا انتوا لعبتوا وادي دجله؟ لا لا احنا لعبنا هو مجموعه ماتشات. مجموعه ماتشات مش قبل النهائي، مش بلاي اوفس يعني زي دوري من مجموعتين. انا استغربت احنا وادي دجله هم لعبوا وادي دجله هم في مجموعه واحده في مجموعه.